السلام عليكم زبناءنا الأعزاء، نحن متواجدون بفندق بيرا سنتر بقلب تقسيم، 5 دقائق على شارع الاستقلال. هلا راح نروح نزور الغرف إن شاء الله. هلا راح نزور الغرفة ستاندر روم كينج باد، هذا مدخل الغرفة. هاي هي الغرفة مثل ما بتشوفوا، هذا السرير في شكل الحمام، هيك حمام بهذا الشكل، والشاور بهذا الشكل كتير حلو. وفي طبعا بلكونة صغيرة هيك يعني تطلع على الشارع. فهذا هو الكينج بيد او غرفة دبل ستاندر، وهذه الغرفة الثلاثية 3 أسرار. مدخل الغرفة فيه الحمام، وجود حمام تمام. وهذه 3 أسرة، غرفة 3 أسرة، يعني ممكن تكون سريرين أو سرير إضافي مثل ما بتشوفوا. إطلالة نفسها مع بلكونة صغيرة، هيك الغرفة. هذا بيرا سنتر أوتيل، 5 دقائق يفصلوا عن شارع الاستقلال وعن ساحة تقسيم. طبعا كل المستلزمات هون بتشوفوا مثل ما بتشوفوا. وهذه غرفة سوبيريور أكبر شوي، مدخل الغرفة تمام، الحمام. وهذه الغرفة مثل ما بتشوفوا غرفة أكبر شوي، مثل ما حطيتكم بتشوفوا. كمان البلكونة مطلة على المدينة، على الشارع. هيك الغرفة عاملة. فمثل ما قلت لكم احنا ببيرا سنتر اوتيل، اوتيل يفصله 5 دقائق مشي على شارع الاستقلال او عن ساحة تقسيم، يعني متواجد بقلب تقسيم. اسعار كتير كتير مميزة، اوتيل نظيف، خدمات في المستوى. ان شاء الله يعني بنحجزكم عليه وان شاء الله يرضيكم هذا الفندق. الى اللقاء في فيديو ثاني.